أبو بركان كيفن؟ اسمعني، عرفت ذيك نجيب الذي في التوراة الثقافية اللي دخلوك قبل حوالي 3 أشهر؟ أيوة النجيب. هو إحنا قادمين على معركة ذي الحينة على السيلة على المنطقة حقكم ونحتاجه، فللمنفع دخلنا التوراة الثقافية وللمنفع خسرنا عليه. لا على سب هذا المواقف. أيوة يلا، ما ينفعش اليوم، اشتيها اليوم. حاول يا من عدت في أقرب وقت. يلا الله يرضى عليك، في أمان الله. يا وسهلا، اخبارك؟ اخبار خير، كيف حالك؟ والله في خير الحمد لله. علومك؟ علوم خير، الله يسلم عليك. قالوا قلت متجهين طريقكم على الدري. لا 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 لا، ما تخاف ابدا، ما تخاف، كل شيء سابر والرجال موجوده، ما تحنب ابدا. والذخيره والامور هذه؟ السلاح والذخيره في مكان امن، ما حد تاري الا انا والاولاد، لا تخاف ابدا. سنخرج مع الرجال ونعرف امور ان شاء الله. يلا الله يفتح عليك. السلام عليكم يا ابا. الله يفتح. اهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا ابا؟ الله يعافيك ويسلمك. اخبارك يا ولدي؟ والله اخبار طيب الحمد لله. وزعنا الرجال على مخزن السلاح ووزعناهم في بعض الاماكن والناس متفاعلين، بس ايش؟ ما هو بس هذا، بس بعض الناس بيتكلموا على اخي نجيب والمواقف وافعاله الذي بيفعلها يا ابا. اقول لك نجيب هذا عيتي عليه سمرقه جنني، انا خايف لا عسير يتعاون مع الحوثي. كده اكيد هيتعاون معهم يا ابا، انت قد صار معهم دور الثقافي، قد غسلوا دماغه. لا صار دور ثقافي، لا كلام فاضي، ثقافي يا لا يصير كمشته، مش معقول يقعد طبوه. ما بش واحد يقول طبوه، لا تخاف ابدا يا ابا. انت قد فلتت من اول، ما انتبهنا على السوا من اول. انا فعلقت سبرت قد وتفنا، لكن معك وش طبوه، لا تجننش. سنخرج مع الرجال واجمع الناس وعرف امور ان شاء الله، ما تخاف. حاضر كريم. الله يفتح عليكم اجمعوا والله كلهم اللي في الحاله هذه واللي في المنطقه هذه. ابشر والله. الله يفتح عليكم. قاعد يقول لي دورة ثقافية، ما لا ساعة قلت دورة ثقافية. عاوز نجمع حولك الرجال الكل، جمعهم كلهم اللي هناك. يلا الله يفتح عليكم.
حي الله نجيب. الله يحييك. كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله نورت. إن هذا من نور الدوري والإيمان اللي فيه الدوري. ما شاء الله. وكيف الدوري؟ حاكيني عن الدوري. ما كان يقربكم، ما كان تاكلوا، ما كان تشربوا. الله ما أقول لك، حياة، روح، جنة. الله. كنتوا تدرسوا ملازم السيد حسن بدر الدين؟ أكيد الملازم حفظتها عن ظهر قلب. كيف الإيمان وكيف الروح؟ روح غير طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. وما لك ضعيف بين بسرك، بتتغذى ولا ما بتتغذى؟ شوف، ما تهمش التغذية الجسدية، أهم شيء التغذية الإيمانية. الله. الله الله. ما كان يأكلوكم؟ به عصير كان يدوا لنا صحة. هذا كان العصير عمري ما قد طعمته. أيوة. كان يكفيني من الصبح لآخر اليوم. الصحة. شوف، هذا كان عصير وغير ما قالوا لكم، مش علشان ما تتهوروا تشربوا غيره. أنت تاري من المسطرة؟ من أين؟ هذا بيجي من قم. آه. هذا لعلمك يعني مبارك من المرجعيات. من كبار المرجعيات في إيران، وفي حتى من السيد حسن نفسه بيبارك هذا العصير. وليش ما قلت لي الله يهديك كن عاد اشرب سواء؟ ما نشش تتهوروا وبعدها تكونوا مؤمنين لدرجة. المهم خليني أنا، في معانا موضوع. موضوع في غاية الأهمية. أيوة. أنت طبعا قد بايعت وبعت. أكيد. نفسك للسيد. أكيد ما. وروحك والكل. آه. إحنا قاعدين من على مهمة، وبيني وبينك على القرية حقكم، ويأسفنا إن قريتكم قامت ضد المسيرة القرآنية. الله الله. أيوة. وخصوصا دخل في نفسي قوي أبوك. جينا للوالد أبوك والأخوتك، قلنا لهم يا خلق الله، احتراما لك طبعا لأنك معانا في المسيرة. أكيد. قلنا يا خلق الله، يا جماعة، من بهذا الجاه لا تتعارضوش المسيرة القرآنية. ها؟ قالوا الله أكبر، ما بالله ولا ولا. قلنا يا خبره، ما نشيش تقعوا مع الطواعش. قالوا ما بالله ولا. اسمع. ها. يكون أبي، يكون أخوتي، يكون أسرتي، قريتي كلهم عيعارضوا السيد والمسيرة القرآنية، نمسح أبوها. أنا أحييك. أحيي الروح الذي فيك هذا. اسمع. من اليوم أنت أبو الكراء. بسم الله. اسمع. ها. عاد معي سر ما حد داري في القرية إلا أنا. خلي أصحاب القرية يخضعوا كلهم. حيا شمك، حيا شمك يا أبو الكرار. يلا توكلنا. يلا يا أبو الكرار. يابا ألو ماك. والله علوم خير يا بل، لكن الحوض فعلوا علينا خالفه للمكان الذي فيه المخزن. كيف ايه؟ ما عرفهم المخزن، ما حد عارف الا احنا وانتم. كب تفعلوا وكب تسبروا يا با، ايش يسوي؟ ما بالله ومن بغيره. ايوه، يبقى احنا نشتري تعزيزات لقى نتحرى الحوض من المواد. حصلهم قد تجمعوا من كل حضب وصوب علينا، خلاص كلنا جالد نسحب. كيف ننسحب يا با؟ نموت على بلادنا ولا يدخل الحوض. ما قال لك ان احنا عدلت لهم اليوم لهم وغضوا إن شاء الله لنا عن عدا بإذن الله. طيب يا أبا، والنساء والأطفال والبيوت؟ النساء والأطفال كل واحد بقى في بيته وهو ذا بهوى. لكن يا أبا، انت أرينا الحوثي ما يعرف الله. اسمع يا ولدي، الله فوق الحوثي. سرقوا لنا الجلد نسحب، والحفاظ عليهم أهم من هذا كله. حاضر، بشر يا أبا. من الله يفتح عليك. يلا سريع.
يلا. ما هو هذا يا ابو الكرار؟ ما اتفقنا الشاك هذا. ما هو؟ ما اتفقنا الشاك هذا. ما انت لو ما اتفق ولا ما اتفقش. ايه ما هو؟ انت خلت الدورة او ما؟ ايوه. اديت الولاء للسيد ولا لا؟ ايوه اكيد. لمن الولاء؟ لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. والبيعة؟ ايوه البيعة. بعت نفسك ومالك وحقك وابوك والكل؟ لا قصدك ولا ما قصدك؟ بعنا نفوسنا ومالنا وحقنا لله وللسيد عبد الملك. يلا يلا جاهزين؟ كل شيء من الاتاب؟ عن بعد؟ يلا. الجيش الوطني يستعدون لتنفيذ عملية ضد ميليشيات الانقلاب الحوثية. اسمع، تسير مع المجموعة وخليك مركز، خليك خلفهم. اي حركه، اي تراجع، اي لعب، نجيب واصحابه، اي واحد يتراجع صفي كل ابوه. نجيب اصفي؟ نجيب مؤمن يا سيدي وعيني معانا ودخلت الدوله. حبيبي نجيب قبيلي، والقبيلي احنا بندخل الدوله غير عشان هذا المواقف، لا بخيانه لا بكذا لا بكذا، وبعدها انقتلوا قتلوا ما شي قتلنا احنا، نستخدمهم بس. عقل ما بيش زين باللي قع قندي، لو دفع لهم 100 دوره كان وانا يا سيدي وعيني مانا قندي. ها؟ وانا مانا قندي لو ما هو انت انت قاعد اقول لك حمدي جي قعدي يلا على طول. انت سهري حارق جاي يقول لي ما هو قبل المعارك دك والف قبل المعارك دك والف لك تفرق وانطلق بالحرب يدافك خميس الحق وافع بيرك صوت الوضع شوق كبار القوم واشبال الطالق الكهف والخان دك معزز ايدنا ضد وذك
تنسى في البداية تاتش تاتشي تفسير الحكاية تاتش تاتشي لا ملا نهاية تاتش في تاتشي لمسة للمشاهد واقعية تزرع أثرها في النفوس فقرة درامية فكاهية غنية أقوى المعاني والدروس تاتشي لمسة تاتي معنى تاتش تاتشي للأباء والأبناء تاتش تاتشي عن واقع وطننا تاتش تدرس قضايا إيه